إذن في عنا كوسة بلبن، وفي عنا اليوم عدس بحام وشوربة كثيرة كثيرة كثير محبذة بخلال هالفترة، وأنا صحتكم فيها اليوم بالقيس من عبكرة من وقت ما بلشنا، لأنه درجة الحرارة عم بتكون شوي مدنية. رح نتابع بآخر محطة من عالم الصباح اليوم أكيد مع رشة ملح. عن قريب مشان تشم أكثر هيك شو عم بيصير. عم نعمل الشوربه، صرنا شوربه ضفت لها المي، غمرت الخضريات بغمرهم بالمي وبترك الخضره ينسلقوا منيح او يغلوا مع المي. على الجنب بكون حاطه كوب من العدس الاخضر عم ينسلق، واول ما بلش الخضريات يستووا وينضجوا كثير منيح بكون انا بضيف ساعتها العدس الاخضر اللي بيكون استوى هنيك لحاله. وهون انا عندي طبخه القبلمة، شديت اللبن انا قصدا شدته هيك بيطلع مثل الكريمه. شو يعني نحضر بلش صحون ولا كيف؟ ايه اكيد. وهون انا راح قلي تقليه العدس الحامض اللي هي عباره عن قليل من الزيت النباتي شوي زيت نباتي خصوصا بعد الاعياد، الله يخليك يعني. ايه شوي راح حط الثوم، هي بيلبق لها كثير الثوم والكزبره. هلا ماما عم تحضرني بتبلش بالكومنت. الثوم بده يتقلى، بده ينحط فوقه الكزبره، ما راح كثير انطر ليشقروا زياده كرمال ما تطعم طعمه الثوم. بدي الحراره الموجوده، الحروره الموجوده بس. بالثوم اوكي. وحدبل شوي الكزبره، هي بس اذا بتاكل توم وكزبره هيك معنا رح اطيب شيء. وهون رح نسكب طبختنا لكانت بدك جطات بدك صحون بدك شو حتى نجيب. قولي حلوين وهم نتركوا للشوربة وهيدا خلصنا منه. كزبرة والثوم صاروا جاهزين، هنرجع نطمن على السلق والبطاطا والجزر يلي تقريبا صاروا عم ينضجوا صاروا جاهزين. هون انا راح اسكب الزيت. يا انا حضرت شوي صحون يعني هيك يعني انت وذوقك تشوف شو معقول نحط بهالصحون اللي على جنب. هذا الرز رح احط له رشة قرفة وشوية صنوبر على الوجه. هيدا شو؟ سحن الرز عم نزينه بالبقدونس والصنوبر ورشة قرفة. عظيم. اوكي. وهون عندي طبق الكوسة بلبن، نحن بنقصد شوي اللبن يكون كريمة أحلى بهيدا الطبق للتقديم. اوكي. كمان بدنا نزينه؟ بدنا نزينه طبعا. حننظف صحننا لانه الاكل هو منظر. اكيد. ححط رشه من الصنوبر المقلى. بس هي بقلبها في صنوبر مع الحشوه؟ ايه ونعنع اليابس.
هذا طبق القبلمة مع الرز الأبيض. هون رح أرجع لطبقة العدس بحامض. حنعيد شو عملنا. تفضل. فرمنا بصلة وقليناها أول ما دبلت، حطينا فوق البطاطا والجزر مع بعضهم. بعدين فرمت السلق، أخذت الضلوع وشوي من الوراق وحطيتهم فوق منهم، وكمان نطرت لدبلو. زدت مي لغمرة الشوربة عندي، وعلى الطرف الثاني كنت عم بسلق العدس الأخضر اللي هو هلا صار جاهز لأقدمه. حصفيه وارجع. بدك مني شي مساعدة؟ لا اوكي هيك منيح. صفي العدسات. لضيفهم. شوفوا انا شو رح اعمل مساعدة لحالي فوق بهالوقت. الشوربة. بما انه الوقت رح يصير الساعة واحدة. وجاعوا. وجاعوا الشباب، ما في شي توصاية معينة. حطينا العدس مع الخضريات بهي الطريقة. ورح ضيف الكزبرة والثوم، رح ضيف كمان رشة كمون، لأنه بيقولوا عادة العدس بيلبق له الكمون، مش أنا بقول، الناس، ما هي ذوق يعني، هيدي هون صارت ذوق. في ناس بتكتر ثوم أكتر من ناس، فينا نشوف كيف صارت الشوربة. رح ضيف السر، الخلطة اللي خبرتكن عنها، رح ضيف لها ملعقتين من الكشك مع شوية مي لدوب الكشكات لحتى تعقد. ايه لتعقد هالقد. بتعطي طعم كتير طيبة. أكيد، ما أصلا بدنا نزيد حامض. هلا بدي أجربها بالكشك، عجبتني الفكرة كتير. وأنت كمان. ما حدا بيكتشف الطعمة، بس بحس إنه في شيء طيب. أكيد. بيعطي لون ليكي، كيف صار اللون عطى، فتح لون ال مظبوط، وبلشت هلا بس تغلي مظبوط بتعقد بترجع. ورح حط قبل ما اطفي بزيد مثل ما قلت لكم الحامض مع البصفير. بدي اتاكد من ملوحه الشوربه، اذا حبيت بزيد. انا عاده ما كثير بكتر ملح باكلاتي، احسن، لانه بحسب حساب انه بدك ملح بتزيدي اذا صح، واذا طلع مزبوط. في ناس ما كثير بتحب مالح، دائما بنركض نحو ملح اقل، سكر اقل، وزيت اقل. مزبوط. بكل الطبخات. برافو عليك. هون عقدت وتقريبا عم تستوي. حجهز الجاد، حجهز لإلك شيء كمان لتذوقي. انا صحن يا حو حطيتي صحن ولو ما بمزح انا. ملعقتك هيا بلشت تغلي. رح ضيف عصير الحامض مع البصفير. قلت لك بدنا نغنج اطباقنا اليوم. اوكي يلا. كرمال الاولاد يقتنعوا وياكلوا بقى هيدا. هلا الاولاد اذا ما بدهم ما بدهم، لو شو ما عملتي لهم؟ لا ممكن يدوقوا ملعقتين يعني هيك يسيروكي يعني. هون طبختنا صارت جاهزه، صار فيي اسكب العدس بحامض. مثل ما قلت اوراق السلق بنستفيد منها بحشوه الورق عنب، يعني بعمل سلق بزيت بحشوه الورق عنب اللي هي عباره عن بقدونس وبندوره وبصل اخضر، وطبعا شويه رز ونطفه صلصه بنخلطهم مع الزيت والملح وبنعمل عدس بحامض. بنلف اوراق السلق فيها، وما بدها كثير وقت يعني، بس لتستوي حبه الرز لانه مزبوط. السلق ما كثير بيتحمل حراره، دغري بيروح. والضلوع فينا نحن نسلقهم ونطحنهم ونعملهم على طريقة متبل. عدساتنا صاروا جاهزين. أنا رح خفف لك هون شوي لحتى نشوف شو عم بيصير. عم نشغلك يا غادة اليوم. ولو
كل شيء بحقه. اوكي انا موافقه. ها جهزنا هون، شوفي كيف بدي تزيني لي هيدا الصحن بعدين. انا صبيته بس ما زيني. يلا حط لك السنوبر والنعناع اليابس. ما فينا ناكله هيك. رح ضيف الحامضه لاعرف انه نحن العدس بحامض عنا. هذا مهدر المي كمان. لا هي صوتها اكثر من انه كمان. عظيم. شوية صنوبر. هذا المطبخ اللبناني. رشة ارفع الوجه. اوكي على الرزات. بليز ميرسي. ما بعد عندك النعنع اليابس. ايه. والنعنع اليابس. بتحبي شوية بقدونس؟ يلا. أكيد. شوية بقدونس على الوجه كمان بتعطي نكهة كأنك عم تاكلي سلاد. بجنن هذا لإلي، إذا حدا بدي أقرب بصير في شو؟ جريمة. رح أعمل نبلش نحضر كاسة الشوربة لبورشن واحد. اوكي. أنا كنت بحضر هيدا الصحن. ايه بس الشوربة هيك بتحس بدفى أكثر لما تمسكيها. إذا بتكون جوا بقلبك. طيب خلص تكرم. بتذكر عين. الكرتونز من زمان كنت على طول هيك بفرجوكي إنه دفى وكاسة شوربة وبتمسكيها رح نزين. هاي معلقة بشوية حامض هيك على الوجه. وهو أطباقنا لليوم. لليوم بعد معنا دقيقة بدك ترجعي تعملينا على السريع. أكيد نذكر شو حطينا. حنرجع نعيد. أول شيء بالدفع بنركض دغري على الشوربة. قلينا البصلة مع شوي من البطاطا والجزر. هي وصفتنا فيها ما تكون فيها جزر اكيد، بس احنا شوي بنلعب على الالوان والطعمات. جزر ما حتغير الطعمه ابدا، بتعطيني لون. دخلت لها الكشك يلي انا حركته بشويه مي قبل ما اطفي بشوي، حطيتهم والكشك دغري على الحراره بده يشد. شد الكشك واعطاني لون زوم كثير حلو، يعني لون البياض. بعدت شوي عن الخضار لانه اذا كل الشوربه بدها تكون اخضر وزومها اخضر شوي انه ما حتعطيني نفس لاكل. حطيت لها الكشك اعطاني هذا اللون الحلو والطعمه اللي هلا بنجربها بعد شوي. اخر شيء زتيت عليها الكزبره والتون المقلى. الرز الابيض حطيت له بصله، يعني نكهت بالبصله وطبيعي القبله ما راح اعيد لانه اللي ما حضرني هو المسؤول. هو الخسران. ميرسي لك. نرجع بنشوفك كان قريبا. ميرسي لكم، بتمنى لكم بقيه نهار حلو وبنشوفكم بكره الساعه 10.